اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الفل عليكم يا حبايبي، عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى عندنا ايه؟ أكلة شاورما تحفة، هنعملها سندوتشات. بس ايه أحلى شاورما اتعملت بصراحة. المكونات بتاعتها، أنا مقطعة بصل هنا الشاورما قصدي الأول كده، بسم الله. أنا هنا مقطعة صدرين فرخة هعملهم إن شاء الله شاورما تحفة، وهنا بصلتين كبار او ثلاث بصلات كبار، كتري بصل لانها شاورما. وهنا معلقه ثوم، وهنا شويه فلفل متقطعين كانوا في الفريزر، وهنا شويه طماطم برضو، وهنا التوابل بتاعتنا. طبعا التوابل بتاعتنا معروفه، هنا ثوم بودر، بصل بودر، هنا معلقه بابريكا، هنا معلقه كمون، ومعلقه فلفل اسود، وسبع بهارات. طبعا السبع بهارات انا حطاهم عشان ريحتهم جميله، عشان يخلي الريحه حلوه. طبعا احنا الاول هنحط ايه هنا حبايبي؟ هنحط البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلقة التومة معاها، ياخدوا ريحة بعض كده. بيتقلبوا ناخد صدمة. زي ما قلت لك انا كتر البصل لانها شاورما. انا طبعا مش حاطه زيت كتير لان اللي هي هتبق منها لنفسها، الفلفل والطماطم كله هيعمل ايه؟ دكه مع نفسها كده. البصل هتاخد صدمه صغيره بس، ونرجع نحط الخضروات بتاعتها. اهي حبايبي هي كده ايه، خدت لون. انا بس اديتها لون عشان معلقه التومه كانت كبيره شويه عشان النفس، فايه خليتها تتشوح معاها شويه بس كده عشان تدبل. هحط بقى ايه الشاورما. بسم الله. هي برضه هتاخد لون مع البصله عشان نحط الايه الخضار بتاعنا، هتاخد لون بس كده اهي. هي لازم تاخد لون، ما تحطيش الخضار الا لما تديكي لون، لون هيتغير خالص عشان الخضار بتاعنا ما بيبقاش ايه. كده تديكوا لون بقى وايه، وبعدين ايه نرجع لبعض تاني كده. حبايبي خدت لون اهي نفس بالمنظر ده كده. لما تاخد اللون تبداي بقى ايه تحط الفلفل بتاعك اهي عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحط الطماطم والتوابل بتاعتك، تلخبطيها على بعض يعني تقلبيها مع بعض كده قبل ما تحطيها اهي. تروحي جايه مقلباها على بعض كده عشان تبقى كلها متناسقه في بعضها اهي. قلبت مع بعض بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقلبيها بقى كلها كده مع بعضها. نشوف بقى الشاورما الجميلة بتاعتنا. الله الله على الريحة، الريحة طالعة يا جماعة جميلة جدا. ولسه لما بتاكل من الخضار بقى وتشرب من الخضار بتاعنا الجميل ده هتلاقي ريحتها طالعة تحفة، تبقى في السندوتشات. دي أكلة آخر الليل يا جماعة، دي أكلة آخر الليل، هي خفيفة ما تخافيش منها. أكل آخر الليل ده احنا الساعة 12 بالليل،
فيعني ده ما تخافيش منه خالص، ده صحيه واكل وسندوتش مغذي او اكله مغذيه او طبق شاورما مغذي زي ما تسميه سميه، بس ما تخافيش منها، خفيفه جدا لان كل حاجه اهي، يعني كل حاجه لا فيها مسبك ولا فيها حاجه متخدعه ولا فيها اي حاجه خالص، كلها قدامك اهي ني في ني، وايه واكله خفيفه ان شاء الله ومفيده للكبار قبل الصغار كمان، يعني مفيده للستات الكبار، ربنا يا رب يديهم الصحه والعافيه. اهي دي كده بقى ايه خلصناها، حطينا كل حاجه عليها، هتبقى ايه تاخد مع نفسها بقى ايه التكات بتاعتها والحلاوه بتاعتها. الله على الريحه يا جماعه، الله جميله جدا. يعني انا قلبتها وحطيت عليها الملح، بقى حطي الملح اللي انت عايزاه، يعني الملح اللي يناسبك حطي الملح. طبعا انت لو بتعملي الساندوتش ده طبعا إيه لمامتك سنها كبير ولا حاجه هتحطي ملح طبعا خفيف، حطي اول الملح بقى كده، هنحط الملح بتاعنا وايه ونسيبها لما ايه تاخد مع نفسها شويه وبعدين نرجع نشوفها تاني. كده يا حبيبي انا ايه قربت تستوي اهي، حبيت اوريها لكم بس قبل ما نخلص نعمل سندوتشات بقى. الله على الريحه، الله الله على الريحه، شايفين يا جماعه الريحه طالعه جميله، قلبيها كده وبتطلع عشان تطلع الريحه الحلوه كده اهي. شاورما بقى بتكتها بحركاتها بقى كده، فاضل لها بس ايه 5 دقايق بس عشان ايه اللي هي بكاته ده بينشف منها على طول، اول ما بتستوي اللي هي بكاه ده بيشرب منها اللي هي زي السوس ده، بصوا زي كده ده بينشف منها اول ما بتستوي بقى كده، تخلص تسويتها بينشف خالص. كده بيكون استوت اهي، ما فيهاش اي صوص لانها نشفت خالص اهي، ما فيهاش الا حاجات بسيطه كده بيكون استوت. بس انا مش هعرف امسك واحده لانها سخنه، هتصرف كده ايه همسك لكم واحده عشان ايه تبان يعني اللي هي ايه استوت اهي، بس سخنه بقى يا جماعه مش عارفه امسكها اهي. بصي بس عملت بسهوله اهي، اهي استوت كده خلاص تمام. نخش بقى على السندوتشات، ما فيهاش الا صوص خفيف خالص عشان ايه ما تهريش العيش معانا. طبعا انا بصفيه في السندوتشات، ولو هتاكليها بقى في الطبق او تحط عليها اي نوع، يعني ممكن تعملي رز جنبها، ممكن تعملي اي حاجه جنبها وسلطات وحاجه، الصوص ده بيبقى طعمه جميل جدا في الحاجات دي. ولو انت بقى هتعمليها بطريقه تانية، يعني هي ممكن الشاورما دي تتعمل بطريقه تانية تكون جميله اجمل بكتير، تحطي بقى ايه شويه شوربه خضار في قلبها، زي مثلا شويه بسله، واحدتين كوسه، واحدتين جزر، واحدتين بطاطس في قلب التسويه دي، يا سلام يا سلام، الله الله. هعملها بقى اعملها بعد كده ايه بالطريقه دي كده يا جماعه، والله انا مش متخيلها هتبقى جميله جدا، يعني شوربه خضار هتبقى ايه مش كوكتيل بقى، هي بتبقى زي ايه زي مش كوكتيل، شوربه خضار بس مع الشاورما بقى ومع الحاجه دي بتبقى طعمها جميل، وبرده بيتعمل جنبها رز، وبرده لو عايزه تاكليها كده بتتاكل كده جميله وطعمها جميل، بتبقى افيد واصح كتير لو هتحطي فيها الخضار اللي انا قلت لك عليه ده، تبقى تحفه تحفه جميله كده بقى ايه تمام. حبايبي طبعا انا جبت عيش اهو في فرن عندنا بيدن ويفضل ال 24 ساعه شغال، احنا جبناه بقى عشان احنا بالليل مش عارفين نعمل عيش بقى اهو، وفتحته الطريقه دي كده عشان نعمله السندوتشات نعمل معانا بقى معاكو. بسم الله دي خلاها فجأة نحط فيها، هاتي نحطها
اهو يا جماعه كده، بسم الله. طبعا خد راح جاب لي كاتشب ومايونيز عشان ايه يحطه في السندوتشات بتاعته. يا جماعة الطريقة دي كده. هنعمل السندوتشات بقى كلها كده ونرجع مع بعض كده. حبايبي عملنا السندوتشات بتاعتنا ووقعت اهي. طبعا كده عملناها وخلصناها، حطينا الكاتشب والمايونيز بتاعنا اهو. شوفوا المنظر عامل ازاي بقى، تستاهل بقكم اهو. طبعا حدا جري راح جاب لي بقى كاتشب عشان بيحب الكاتشب جدا على السندوتشات، فما اخرتلوش طلب يعني، فجبتها وعملتها له. ايه رايكم يا جماعه؟ كده ده فيديو النهارده. ما تنسونيش في اللايك لو الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك يا جماعه. والله اللايك مش بفلوس ولا حاجه، بيرفع الفيديو بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.